وعلى الجانب التركي، قالت الخارجية التركية إن أنقرة تعتبر العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ضد النظام السوري ردا مناسبا. واستهدفت أمريكا بالتعاون مع بريطانيا وفرنسا مواقع عدة في دمشق ومحيطها، أبرزها مركزا البحوث العلمية في جمرايا وبرزة ومطار المز العسكري ومدينة القصير التي تسيطر عليها ميليشيا حزب الله في ريف حمص.